ما الذي جعل الشعب السوري يقوم بالانتفاض على حكم آل الأسد في سوريا؟ ولماذا كانت هذه الخطوة في 2011 تحديداً؟ وهل ساهم إعلان دمشق في إشعال فتيل الثورة؟ وكيف مهد الربيع العربي لانطلاق الثورة السورية المباركة؟ كل هذه التفاصيل تتابعونها في حلقة جديدة من برنامجكم عقود من تاريخ سوريا المعاصر، يأتيكم يوم الاثنين الساعة 9 بعد الموجز.